يعني لما تذكر سيداو دائما احنا يكون عندنا لغط ويكون عندنا مشاكل كبيره جدا في فئات من المجتمع ومؤسسات تقليديه دائما بتتحسس المسدسه لما تذكر سيداو. فتعليقك شنو؟ الاصل في اتفاقيه سيداو بعيدا من الحساسيات والظلال الدينيه، الاصل في اتفاقيه سيداو ان تضمن المساواه الكامله للمراه في الحقوق وفي الواجبات، تدخل عليها ظلال، لكن سيداو ميزتها وإيجابيتها أنها نفسها نصت على أنه يحق للدول التي توقع على اتفاقية سيداو هذه أن ترفض أي نصوص تتعارض مع معتقداتها الدينية. ولعل الذين يعارضون سيداو يقولون مثلا سيداو أنها نصت على حق الإشهاد، وأنت تعلم أنه في الدين الإسلامي هذا من الموضوعات المحرمة والتي ما ينبغي أصلا حتى المساومة عليها. كذلك سيداو أنت تعلم أنها من بين نصوصها التي نصت عليها نصت على حق المثلية، وأنت تعلم أن هذا في كل الديانات ربما حتى من الأمور المحرمة التي ما ينبغي حتى المساومة عليها. طب لماذا نلجأ إلى اتفاقية مثل سيداو؟ يعني هل ليس لدينا في قوانيننا السودانية ما يضمن حق المرأة الكامل؟ هل ليس لدينا في معتقداتنا، ولا تحدث فقط عن الإسلام، حتى الغير مسلمين في السودان ليس لديهم في معتقداتهم ما يضمن حقوق المرأة، لماذا نلجأ لاتفاقية سيداو ولماذا في هذا التوقيت؟ لو سألتني أنا، نحن في ديننا الإسلامي كل ما يكفل حق المرأة وكل حقوقها وإنصافها وعدم ظلمها، لكن تعلم من بعد الحرب العالمية الثانية ومن بعد أن وضعت الحرب أوزارها ومن بعد أن أصبحت المنتصر في تلك الحرب هو الذي صاغ ميثاق الأمم المتحدة، هو الذي أنشأ منظمتها، هو الذي بنى المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن ثم دانت الهيمنة والسيطرة له، ومن ثم توجه تلقاء الحقوق المدنية وبات يفرضها علينا وعلى كثيرين مثلنا، ومن ثم فإننا الآن أصبحنا جزء من المنظومة العالمية وموقعين على ميثاق الأمم المتحدة وموقعين على ميثاق جنيفا وموقعين على كل هذه المواثيق. ليس لنا فكاك من أن نوقع، لكن شريطة أن الذي نوقع عليه لا يتعارض معتقداتنا الدينية وقيمنا الوطنية. طيب برضو هل يحق، يعني دائما عندنا بعض الأشياء اللي بيكون فيها لقط وخاصة هي لا تخص فئة معينة، هي تهم جميع جموع الشعب السوداني، فهل يحق للحكومة التنفيذية الانتقالية أن تقرر في مثل هذه الأمور مثل سيداو؟ ألا يجب أن يكون هنالك نقاش مجتمعي حول مثل هذه الأمور؟ ألا يجب أن يناقش ممثل الشعب في مجلس الشعب هذا الأمر ثم تتم التوصية بالتوقيع أو عدم التوقيع على سيداو؟ لماذا تستعجل حكومة الانتقالية في أخذ قرارات في مثل هذه الأمور، سيداو والتطبيع مع إسرائيل وغيره مثل هذه الأمور؟ لو سألتني أنا الخلافية، يعني مواضيع مثل هذه ولأنها تعتبر مواضيع خلافية ولأنها تؤلف الرأي العام وتثيره ولأنها مثل أن تكون لجنة من اتجاه سياسي محدد لتعديل قانون الأحوال الشخصية دون أن تنظر في الرأي العام الآخر، ولأنه هكذا موضوعات ينبغي أن يكون بها وعي مجتمعي عام وينبغي أن يدار نقاش حولها وينبغي أن يصل الناس فيها إلى موافقات ويكون الناس على بين من أمرهم وأن يكونوا على قناعة أن هذا الأمر لا يمس صميم دينهم ولا ينتهك معتقداتهم. ولأجل ذلك لكن أن يمارس هكذا غموتي في هكذا موضوعات وأن يخرج علينا على حين قفلة وزير شؤون مجلس الوزراء يقول أننا اقتربنا من التوقيع على سيداو في هكذا أمور، ما ينبغي أن تدار الأمور على هكذا نحو من العجلة. طيب بالمقابل المؤسسات المعنية بالأمر لماذا لا تهتم بالتوعية والتعريف والتنوير فيما يخص سيداو ثم اتخاذ القرار؟ يعني الأمر كأنه دائما يدور فيه لغط لأنه ما في معرفة به. هناك قصور مجتمعي، وهناك قصور إعلامي، وهناك قصور حكومي في كل موضوعاتنا. يعني أضرب لك مثال وأسوق لك نموذج في موضوع اتفاقية السلام جوبا التي وقعناها في 3 أكتوبر الماضي. إلى يوم الناس هذا كثير من أهل السودان لا يعرفون ما هي نصوص هذا الاتفاق وما الذي وقع وما الذي نالته من ولايات النزاع من امتيازات.
هذا قصور إعلامي وقصور حكومي وقصور مجتمعي. في بريد منهم القصور ده؟ هذه الرسالة مرسلة في بريد كل هؤلاء، في بريد إعلامنا وفي بريد حكومتنا وفي بريد مجتمعنا وفي بريد منظمات مجتمعنا المدني. أنت تعلم الآن العالم كله محكوم بمنظمات المجتمع المدني وهي التي تدير الأمر كله، لكن الآن منظمات مجتمعنا المدني للأسف بدلا من أن تتفرق لتدير شأنها الاجتماعي ولتوعي مجتمعها باتت تخوض مع الخائضين في أمر السياسة، وباتت تحاول أن تقتسم معهم كعكة السلطة وأن تتقاسم معهم الكراسي والوزارات. ولأجل ذلك ظهرت هذه الثغرات وظهرت هذه الفجوات. واحدة من إشكالاتنا التي لم ننتبه لها ونحن حتى نوقع اتفاق السلام ونحن تسقط الديمقراطية عندنا في السودان 3 مرات لنقص الوعي في مجتمعنا. دائما الديمقراطية تنمو وتفرق في ظل الوعي. الوعي هو رديف للديمقراطية، ومن ثم إذا لم ننتبه إلى هذه النقطة ولم نوسع من دائرة الوعي في مجتمعنا ستظل الديمقراطية تسقط. بعدما سقطت 3 مرات ستسقط 4 و5 و6. يعني عشان نكون منصفين، مسألة الإعلام، الإعلام بشكل كبير عندنا في السودان بشكل عملي هو إعلام خاص، الإعلام الحكومي هي الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، باقي الإعلام ده كله إعلام خاص. فالإعلام الخاص ده استثمار، يحق له يأخذ اللي عايزه ويخلي اللي ما عايزه. لكن هل يجب أن تعتمد الدولة على الإعلام الذي يعمل وفق ما يريده وما يراه هو؟ وين وزارة الثقافة والإعلام؟ دائما بتكون القائد للترويج لمشروعات الدولة بيكون وزارة الثقافة والإعلام. نحن نشهد غياب تام لوزارة الثقافة والإعلام طبعا للأسف، لغياب الاستراتيجية الهادية والخطة المرشدة في العمل الإعلامي. كنت أقرأ قبل أيام لأحدهم قال لاحظت أننا في وسائل إعلامنا نستقبل من المعارضين الذين يعارضون خط الحكومة، لماذا نفتح الأبواب لهؤلاء؟ فتداخل مع واحد وقال أن هذه الوسائل مملوكة للدولة وليست مملوكة للحكومة، وأن هذه الأجهزة ينبغي أن تكون متاحة للمجتمع ككل. ومن ثم لو أن هناك استراتيجية هادية وخطة مرشدة وعمل منظم لكان من بين خططنا واستراتيجياتنا أن نعرف بالمطلوبات، أن نعرف بقانون الأحوال الشخصية ما الذي يراد تنقيحه وتعديله فيه، أن نعرف بسيداو ما الذي يمكن أن تفيدنا سيداو فيه حتى نوقع عليها، أن نعرف كذلك باتفاق السلام ما الذي قرره في صلب بنوده. لكن واضح. كل هذا لأننا نحتطب مثل ما قالوا في ليلة مظلمة وفي صبح بهيم. إذن بذلك نختم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن أمين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.